المصلي قبل أن يدخل في الصلاة لابد أن يأتي بشروط الصلاة. الشرط الأول الإسلام، فلا تصح الصلاة ممن يسب الرب، يسب النبي صلى الله عليه وسلم، يطوف حول القبور حتى يتوب. الثاني العقل، فلا تصح صلاة المجنون. الثالث التمييز، لابد أن يميز، يعني يفرق بين الأشياء. فالصغير إذا كان يميز ويفرق بين الأشياء، يعرف أنه هذا ماء، هذا نار، تقول له قم يقوم، هذا مميز فصلاته صحيحة، وإذا لا يميز فصلاته باطلة. والنية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. ولا بد من إزالة النجاسة عن المكان الذي يصلي فيه، وعن الثوب الذي يصلي فيه، وعن البدن. ولا بد من ارتفاع الحدث الأكبر بالاغتسال والحدث الأصغر بالوضوء. ولا بد من استقبال القبلة وستر العورة، يعني أخذ كامل الزينة في الصلاة. ودخول الوقت، يعني لا يصح أن يصلي قبل الوقت. ويحرم إخراج الصلاة عن وقتها. هاي حرام سمبهيان، يعني يتعمد أن يؤخر الصلاة حتى يخرج وقت الصلاة. هاي حرام من أوجه بجيبه سمبهيان رهو دالجين وقت ربه بلاي.